فجأة استفاقت زحلي على تنفيذ قوة من قوى الأمن الداخلي اجتياحا لمكتب رئيس منطقة البقاع في وزارة الاتصالات عدنان نصار بأمر من محافظ البقاع، فخلعت الباب ودخلت المكتب تمهيدا لتسليمه إلى المعين حديثا جوزيف أبو رجيلي. لكن ما قصة أبو رجيلي بعد أن عين نصار رئيسا لفرع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وانتقل بموجب القرار إلى قصر بعبدة؟ بيجي وزير الاتصالات بيعين احدى الاشخاص اللي هو مش مفروض يكون المدير بعد الاستاذ عدنان نصار. المدير العام الاستاذ عبد المنعم يوسف بيجي بيقترح اربع اسماء اللي هن حسب الاصول القانونيه مفروض واحد منهم يتعين بمحل الاستاذ عدنان نصار. بيجي الاستاذ عبد المنعم يوسف بيقترح، بيبعث مثل حسب الاصول، بيبعث اقتراح ل الوزير بالأسماء الأربعة مشان الوزير يكلف حدا منهم بالإدارة المصلحة هنا بمنطقة الباع. الوزير بيحطه بالدرج لهذا الاقتراح وبيجي بيعين أحد الناس اللي يعني مقربين جدا من التيار الوطني الحر. نحن ما عنا اعتراض على شخصه لتعين، بس هذا مخالف للأصول والقانون. الوزير لما بيبعت ناس على المنطقة مشان يقتحموا المركز وبيفوتوا بحضور الدرك وبيفتحوا بيخلعوا الباب، بيخطوا الباب بيكسوه وبيفوتوا لجوا على المصلحة. يذكر أنه تم تعيين 4 مديرين بهذه الطريقة في عهد الوزيرين شرب النحاس وانقولة صحناوي، وألغاه مجلس الخدمة المدنية، ولا يزال 4 يمارسون مهماتهم الوظيفية. بيجي بيقولوا لك إصلاح وتغيير، أي إصلاح وتغيير؟ يعني أنا بدي أقول شغلة حصلت عنا بالمنطقة كمان. مصلحة الليطاني بتطلب موظفين يعني بطريقة قانونية، بتطلب موظفين مجلس وزراء، مجلس وزراء بيوافق، مجلس وزراء بيكلف الخدمة المدنية مشان يعمل مباراة، بينجحوا يعني الناس من هون. كمان أنا واحد بيقربني، الوحيد اللي نجح بمجلس الخدمة المدنية كمهندس إلكتروميكانيكال. الوزير بسي اللي بيرفض بعد ما بعت له الاستاذ علي عبود اقتراح مشان يمضي انه تعيينه بمصلحه الليطاني، بيرفض الوزير جبران باسيل تعيينه لانه عمه بكتله نواب المستقبل. ممارسات بعيده عن منطق الاصلاح والتغيير، وباتت برسم كل من رئيسي الجمهوريه والحكومه.